رح فيكم مشاهدينا الكرام. حقق المنتخب السعودي فوزا للتاريخ بهزيمته المستحقة لمنافسه منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف ضمن أولى مواجهات المجموعة الثالثة من كأس العالم قطر 2022 على استاد لوسيل. وقلب المنتخب السعودي تأخره بالشوط الأول بهدف وقع عليه النجم الأسطوري ليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة مشكوك في صحتها، إلى فوز بهدفين من صالح الشهري في الدقيقة 48 وسالم الدوسري في الدقيقة 53. وبهذا الفوز الباهر بات المنتخب السعودي أول منتخب غير أوروبي يحقق الفوز على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم منذ الكاميرون عام 90 بمونديال الولايات المتحدة. كما بات سالم الدوسري ثالث لاعب سعودي يسجل أكثر من هدف في كأس العالم، هدفان إلى جانب سامي الجابر ثلاثة أهداف وفؤاد أنور هدفين. ومعنا في الاستديو الصحفي الرياضي هادي النزي. راح فيك استاذ هادي، سعداء جدا بوجودك معنا. اليوم يوم كروي عربي تاريخي بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني بهدفين مقابل هدف. المنتخب الارجنتيني احد المنتخبات المرشحه لتحقيق المونديال، وايضا المنتخب السعودي من الناحيه الفنيه كان حاضر استاذ هادي اذا توافقنا الراي، ذهنيا نفسيا بدنيا قدر انه يقلب تاخره ويحقق فوز مهم، ثلاث نقاط مهم في المجموعة الثالثة. أولا نبارك للأمة العربية والإسلامية فوز الأخضر السعودي فوز بجدارة، ونرفع لهم الأقال تحية وتقدير، وإن شاء الله لمزيد من الإنجازات في الكأس اللي تحتضنها الدوحة إن شاء الله. الإنجاز لم يأتي بضربة حظ، لم يأتي بهجمة مرتدة لفريق كان متراجع طوال 90 دقيقة. الهدفين اللي جاءوا في مطلع الشوط الثاني في دقيقة 48-53، وكان فرصة كبيرة للمنتخب الأرجنتيني أنه يظهر كل ما لديه. وبالفعل سكالوني قدم ثلاث تبديلات في وقت واحد، ولكن حاول بكل الطرق دون أن يستطيع هز شباك الكابتن وأفضل لاعب في المباراة محمد العويس. صحيح. اللي هم جميعهم كانوا أمانة صقور كما هم دائما يعني، ولله الحمد. وتوجهها بهزيمة منتخب لم يهزم في 36 مباراة متتالية، وبمشاركة أفضل نجومه أبو خالد. صحيح. لم يكن هناك أحد ناقص فيهم. فريق متكامل منتخب الأرجنتين، أيضا المنتخب السعودي كان حاضر في هذه المباراة، قدم رسالة بأن المستحيل ليس سعوديا، المستحيل ليس خليجيا، المستحيل ليس عربيا. لكن المنتخب السعودي لربما تتم المقارنة ما بينه وبين المنتخب 94 في الولايات المتحدة الأمريكية لما وصل الدور الثاني، لكن قادر أن يذهب بعيدا في هذه البطولة من خلال المستوى اللي قدمه وفوزه على ميسي ورفاقه. بداية الأخضر السعودي في 2022 أفضل من بداية الأخضر السعودي في 1994. أنت فزت على المرشح للفوز بالمركز الأول في المجموعة. اليوم الفريقين الثانيين اللي هم في من ضمن ذات المجموعة المكسيك وبولندا تعادلوا 0-0، وبالتالي الأخضر السعودي اللي يتغلب على متفوق خالد ميسي ورفاقه بإمكانه يتغلب على ليفاندوفسكي ورفاقه، وبإمكانه يتغلب أيضا على الفريق المكسيكي. لا يوجد شيء مستحيل أمامه. بالنسبة للتعادل الذي ذكرته ما بين المكسيك وبولندا، تقاسم نقاط المباراة الثلاث، المنتخب السعودي تصدر هذه المجموعة، المنتخب الأرجنتيني يقبع ويتذيل هذه المجموعة المجموعة الثالثة، لربما كانت تكون المهمة أسهل للمنتخب الأرجنتيني بعد تعادل المكسيك وبولندا، وأيضا تمت خسارة أمام المنتخب السعودي وهذا أمر واقع، ولكن هي أسهل للمنتخب الأرجنتين بعد حصول بولندا وأيضا المكسيك على نقطة واحدة. كانت مهمة الأرجنتين ستكون أصعب في حال فوز أحد الفريقين، ولكن من حسن حظهم من المصيبة اليوم ما كانت عليهم مزدوجة، مصيبة بس في الفوز الأخضر السعودي ولله الحمد. وبالتالي ابتعاد المكسيك وبولندا عن الأرجنتين بنقطة واحدة ليس بالأمر البعيد. وأيضا صرح السيد سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين قال أن أمامنا مبارتين وسنفعل كل ما نستطيع لأجل الفوز فيهم، وليس لهم أي خيارات أخرى أبو خالد.
يجب أن يفوز، بينما الأخضر السعودي عنده فرص التعادل والفوز متاحة لضمان مركز متقدم والتأهل في صدارة المجموعة ما يمنع، أو في المركز الثاني. المنتخب السعودي عنده فرصتين مثل ما تفضلت، نعم. يفوز في مباراة يتأهل عن طريق هذه المجموعة للدور الثاني، عنده التعادل وأيضا على نتائج المنتخبات الأخرى في المجموعة صحيح. الثالثة. لكن أن الفوز اليوم يعطي اللاعبين دفعة معنوية كبيرة، ثقة بالنفس، الحضور قادر بأن يكون هو الأفضل من خلال الاستبسال اللي اليوم شفنا الشراسة بالشراسة الكروية صح التعبير، عدم الخوف طبعا. ياسر شهران نتمنى له السلامة اللهم من خلال الإصابة، ولكن هو الآن من خلال طبعا التوصيات العليا بأن يذهب لألمانيا مثل ما كنا نتكلم تحت الهواء، يتلقى العلاج. الفرج طبعا سليمان الفرج أيضا إصابة، ولكن كان المنتخب السعودي حاضر. كابتن سليمان لاحظ أن المنتخب السعودي بأول يعني 10 دقائق يتلقى هدف من الأرجنتين، تتم إصابة كابتن الفريق، إصابة في الوقت الـ8 دقائق الأخيرة هي القاتلة، كانت كأنها 8 سنوات، لكن كان موجود وكان يؤدي. شفنا بناء الهجمة من الخلف للثلث الأول للثلث الأخير. منتخب السعودي قادر يذهب بعيدا في هذه المجموعة. التبديلات اللي أجراها المدرب الفرنسي للأخضر السعودي هيرفي رينار لم تظهر وجود فجوة فنية، بالعكس الجميع كان على قدر المسؤولية صحيح. والجميع بمستوى واحد، وبالتالي ياسر الشهراني يسافر لألمانيا إن شاء الله يرجع سالم، الإخوان الجميع الموجودين على قدر المستوى وعلى درجة عالية من الإمكانات الفنية والبدنية، بإمكانهم سد النقص وبإمكانهم إن شاء الله الذهاب بعيدا في البطولة. وحاليا الأخضر السعودي دائما تطلعاتهم كبيرة يعني، والبطولات الكثيرة لهم تشهد بذلك، وحاليا هم مطالبين من جماهيرهم قبل، وبالإضافة هم مطالبين من أجهزتهم الإدارية والفنية بالمضي بعيدا. اللي يفوز على الأرجنتين قادر أن يفوز على أي منتخب آخر. كابتن عبد الهادي، بالنسبة للحضور بالنسبة لمنتخب بولندا اليوم وليفاندوفسكي ورفاقه ما ظهروا بالمستوى المطلوب، هل بطولات الافتتاحية لها طقوس خاصة، لها أجواء خاصة؟ لاحظ بأن اللاعبين كانوا يلعبون أول مباراة بعكس المنتخب السعودي اللي كان متحمس. إحنا عادة أول مباراة هذه يعني إكسبكتد توقع غير المتوقع إنجاز التعبير. وليفاندوفسكي اليوم أضاع ركلة جزاء أبو خالد، وركلة جزاء نجم مثل ليفاندوفسكي اعتاد على تسجيل الأهداف من مختلف الأوضاع وفي مختلف الأوقات، بالنسبة له أمر خطوة إلى الوراء إنجاز التعبير. ولكن هذا لا يعني أن البطولة ستقدم مستويات متطورة في كرة القدم صحيح. سواء مع هي في بدايتها بالتأكيد يعني. أنا شكر لك أستاذ هادي عنيزي على وجودك معنا. الله يحفظك. وجودك غير مستغرب، هي فرحة للمنتخب السعودي من تلفزيون دولة الكويت وخصوصا في قطاع الأخبار، بنخصص هذا وقت مستقطع بأن نبارك المنتخب السعودي ونسور الأخضر هذا الفوز. كل شكر لك بوجودك معنا، ويضح متواصلين معكم ومشاهدينا الكرام بمناسبة هذا الفوز التاريخي لمنتخب السعودي الشقيق على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف. نشاهد معكم آراء الجماهير التي تابعت هذا اللقاء الأسطوري. أخواتي وأحب السعودية. قولوا مبروك على الفوز. مبروك على الفوز السعودية. علم الدوسري أسطورة، يعني أنا توقعت أرجنتينا تفوز 5-0 بس طلع ميسي فاشل. سالم الدوسري هو ميسي، أحسن من ميسي بعد. والله بصراحة أهنيهم على اللعب النظيف، وكانوا رجال بالملعب يعني، والمباراة المفروض يسمونها مباراة المرجلة على قولتهم، أبدعوا يعني وكانوا يلعبون صج فعلا. 11 لاعب بالملعب، 11 رجال بالملعب. أول شيء أي والله أوجه هنا حق الشعب السعودي وبارك لهم على فوزهم على الأرجنتين، وبقول بس كلمتين، إذا كان ميسي أسد اليوم روضوه بس وانتهى الكلام. أول شيء أهني القيادة السعودية والشعب السعودي، وفخر لكل العرب اليوم، أول شيء لكل العرب والخليج والسعوديين، يعطيكم العافية على هالأداء الحلو الجميل، وإن شاء الله بالتوفيق للأيام القادمة يا رب كأس العالم. نبارك المنتخب السعودي على فوزه على الأرجنتين، وصراحة فوز يشرف جميع العرب والخليجيين، والحمد لله رجال قدها وفزنا الحمد لله، والقادم أجمل وأجمل إن شاء الله. لا رغم قوة منتخب الأرجنتين لكن كنا متفاعلين، والحمد لله الله وفقنا وفزنا الحمد لله.
نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام. ننتقل هناك إلى الدوحة مع زميلي المتواجد هناك خالد العتيبي. أمسي عليك بالخير زميلي خالد، نبارك لك ونبارك للخليج والعرب فوز المنتخب السعودي اليوم على المرشح الأول للبطولة الأرجنتين. يا ريت لو توصفنا الفرحة السعودية والخليجية والعربية بمناسبة هذا الفوز الأسطوري. حياك الله زميلي حامد الشمري، مساء الخير عليك وعلى الزملاء جميعا، واكيد يعني من خلال تواجدنا في دوحة الخير في دولة قطر الشقيقة. في البداية لابد أن نشكر دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا على كرم الضيافة وعلى التنظيم الأكثر من رائع وعلى جميع التسهيلات التي قدمت لجميع الوفود، ومن ضمنها أكيد الوفد الإعلامي الكويتي. وأكيد اليوم يعني نبارك لأنفسنا ونبارك للشعب السعودي والمنتخب السعودي، ونبارك لأبناء الخليج العربي وأيضا للدول العربية فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف. وأكيد يعني كان هناك فرحة كبيرة عاشتها جميع الجماهير المتواجدة على أرض قطر، سواء من كان يحضر في استاد لوسيل وهو طبعا استاد كبير وأكيد هو من أكبر الاستادات المتواجدة في دولة قطر ومن أكبر الاستادات في المونديال، وأكيد كان هناك حضور جماهيري يقدر بأكثر من 88 ألف متفرج. يمكن الجماهير السعودية متواجدة معنا وفرحتهم واضحة، وإحنا أكيد فرحانين من فرحتهم. أكيد خالد، يعني نلاحظ فرحة الجماهير وكان مميز واحد من الجماهير المكسيكية وراك، لكن بالنسبة للي طبعا تذكرت استاد لوسيل واللي طبعا استقطب 80 ألف، أكيد لو نتكلم عن عملية التنظيم ودخول الجماهير وخروجهم خصوصا الجماهير السعودية اليوم كانت يعني المتواجدة من الساعات الأولى من هذا الصباح، نتكلم عن عملية التنظيم دخول وخروج الجماهير. يمكن اليوم كان الوفد الإعلامي الكويتي متواجد في استاد لوسيل، وأكيد كانت عملية الدخول والخروج أيضا سلسة وسهلة جدا من خلال التنظيم الكبير للقائمين على واللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2022. وأكيد كان جميع الأمور سهلة وميسرة للجماهير في الدخول والخروج، ويمكن من خلال تواجدنا أيضا في استاد لوسيل كانت هناك فرحة كبيرة للجماهير السعودية وغير مسبوقة، وأكيد يعني كان هناك متعة لمشاهدتنا لهذه الأجواء. وأكيد تواجدنا مع الجماهير السعودية وأخذنا بعض اللقاءات واستمتعنا بالحوار معهم، وأكيد هم فرحانين وإحنا فرحانين أيضا من فرحتهم. يعطيك العافية زميلي خالد على جهودكم الواضحة حقيقة من خلال رسالة تقدمونها لتلفزيون دولة الكويت. أنتم خير من يمثلنا في الإعلام الكويتي متواجدين في نفس هذا المحفل العالمي كأس العالم قطر 2022. كل الشكر لك، وأيضا متواصلين معكم مشاهدين الكرام من خلال هذه التغطية الحية والمباشرة من خلال طبعا بطولة كأس العالم في قطر 2022. لازلنا في المجموعة الثالثة حيث انتهى لقاء المنتخب التونسي ونظير الدنماركي بالتعادل السلبي في أول لقاءات المجموعة الرابعة. المنتخبان نقاط المباراة الثلاث.